القصص قصة هاي القصص عند أهل السنة كسن يوشدن دا يالا قصة تاريخ للاستئناس لا للاحتجاج لو أنا لما أتناكر أنا لما برتاج هيد الرجال وأنا قل لما أسرجهم وتأتي قليلة عند كلام أهل السنة قليلة جدا الغالب أدلة من كتاب والسنة عندنا نقدر تنش تجني ليك أبزهنا وتقول عنك هذه لكن القصص عند أهل الباطل كالمتصوف مثلا قل كوفية زنديالة تبعك الزنديالة قصة القصة عندهم حجة بل أحيانا حجة وإن خالفت الكتاب والسنة عندما ترجعت قصة عنه قرآن النهادي سقارا يتقاتل قوابيون قرآن النهادي سن بقصة يتنفذ وكذلك المنامات منام يعني من دزي الرؤى ميتايتنيتو الرؤى عند أهل السنة يستأنس بها لا يحتج بها حتى وإن كانت هذه الرؤية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمن أمايت عند استئناس عند مرجع ما تناكر يا سيهون عند مرجع تنش يتقوماتال وأنا ما سرجعهون أما الرؤى عند أهل الباطل كالمتصوفة مثلا عندهم الرؤى حجة تصفية وشزنداقين ما نام تلقوا ما ترجعتشونه تصفني وشكت شيخ الإسلام انكوا بياتشو ما ترجعونه بل عندهم حجة وإن خالفت الكتاب والسنة حنس زنداق بما نام يتشو إلا قرآن الحديث انكوا بينا إذا مرة أخرى بل إلا أدليل ما إلا أدليل أدليل القصص وإن ذكرت في مجالس أهل السنة والجماعة فهي قليلة لكن ليست للاحتجاج هي للاستئناس كسن يجدن دم تاقن يلا تنش أن الذي تنش يما تناك هل لاستئناس الوطن وأن دقاء فاترقوا عدن خلافا لأهل الباطل بباطل يوج بأن يفهم متعدوا اشتقالان وغالب الكلام والدروس عند أهل السنة والجماعة أدلة من كتاب والسنة أبزهن يا أهل السنة والجماعة ما ترجعتوا قرآن حديث نعم